يسعد اوقات الجميع. يسعد اوقات الجميع بكل خير يا رب. بتمنى الكل يكون بصحة وسلام وخير. كيفكم؟ ان شاء الله بخير. بطل عليكم مرة جديدة واسبوع جديد بحلقة جديدة من برنامجي لايف ود ايميل. Hello everybody, I welcome you all to a new week and a new episode of my show live with ايميل. اليوم حلقتي بدها تكون عن فنان رومانسي, فنان حساس, فنان كبير بالوسط الفني. انا عم بحكي عن الفنان وائل كفوري. وائل كفوري فنان كبير واسم كبير. هو من لبنان, لبناني خلقان بلبنان. هو المدينة اللي منها هو زحلة. هو من زحلة, من لبنان, من زحلة. خلقان ب 15 ايلول عام 1974, عمره 46 years old, 46 سنة.
مسيرته بالفن كثير طويلة، أنتج أغاني كثير وعنده أغاني كثير حلوة كفن. قدم مع استوديو برنامج استوديو الفن بعام 1992 وأول أغنية غناها أغنية قمري وبتضلي قمري للفنان الياس كرم، وغنى موال قبلها رح خبرك مثال ما عندي خبر، وانطلق من هنيك. بس أول ألبوم نزله بعام 1994 ليل ورعد، وهالأغاني هي اللي انشهرت لإله، ورح نسمع كل هالشي هذا خلال الحلقة يعني. بس ما رح أعطيكم يعني سنين أنتج ألبومات، لأن أغاني كتار وألبومات كتار، ويعني 25 26 سنة ما رح يعني أغاني كتير، ورح حاول غطي قد ما فيني. بس تعالوا نتسمع على وقت كان باستوديو الفن وانا للياس كرم قمري وبتضلي قمري. Thank you.
حياتي انا اللي عاشقيني مجنون يا عاشقيني مجنون اللي عاشقيني مجنون الله 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 وائل الله يا حبيبي. هلا لا تنسوا هيدي بعام 1992 كان اصغر مني انا، كان عمره 18 سنة. حكوا ببداية الفيديو بس انا ما بدي الحكي، انا بس بدي الاغنية. قالت اللي كانت عم تقابله وائل عمره 18 سنة، يعني تصوروا عم بيغني هيك اغنية صعبة للفنان الياس كرم بعمر 18 سنة، انا 22 فاصغر مني كان. يعني هلا هو اسمه الفني وائل كفوري، اسمه المسرحي يعني، بس يطلع على المسرح بيقولوا مع الفنان وائل كفوري، بس اسمه الحقيقي ميشيل ايميل كفوري، ابوه اسمه على اسمي ايميل، تصوروا. ف بعام 1994 انتج اول البوم بليل ورعد، وعمل ضربة كبيرة يعني لحديت هلأ بحفلاته بيطلبوا منه ليل ورعد. عنكن ليل ورعد، عنكن بعترف لك اني بحبك، عنكن عنكن قفوة بيتك شباك الحب، عنكن شو يعني نوع معقول تشتي بقاب، سألوني شو رأيك بالغرام، يعني عنده أغاني كثير حاول غطي قد ما فيني، بس يعني كأنواع موسيقى فينه يغني يعني جبلي ورومانسي، وأوقات بحفلاته بمرق أغنية طرب مثل صباح فخري لأم كلثوم، لا بمرق له كام أغنية بس. استلم جوائز كتير، استلم جائزة بال2012 جائزة الميركس دور على أغنية يظل لي يا روحي، نزلها كمان بال2012. وأنا بعتقد وعلموا على كلامي، هذا اعتقادي أنا. اكيد الكل سمع اغنيتين الجداد يلي نزلهم، كلنا مننجر والبنت القوية. يا ريت يا ريت، ها وهذا رأيي، يا ريت كل اغنية لإله ضربت مثل ما هالاغنيتين ضربوا، والله العظيم يعني مو معقولة. كل حفلة بحضرها، كل سهرة بسهرة بسمع هالأغنيتين، ما في حدا ما نحظون يعني. وصل آخر مرة طلعت على اليوتيوب وصل لل50 مليون، صاروا 50 مليون بكل سهولة على الأغنيتين على اليوتيوب. هلا أنا آسف بعتذر منكم، ماني عم أعد الأغاني بالسنين يعني، ماني عم نروح من بداياته، عم نط لأن يعني إذا بدي عد السنين وكل الأغاني بدي أكثر من حلقة، لأن 25 سنة من الإبداع. عنده قوة بصوته، أنا رأيي الشخصي عنده قوة بصوته مو طبيعية يعني، وجاي لهون وعمل تورات هون بأمريكا. آخر مرة إجا لهون يعني صوب بالولايات المتحدة، إجا عمل حفلة ب الدومينيكان ريبوبليك، الدومينيكان القريبي، وعمل حفلة وتصور وبلش بليل ورعد يعني كدويتو عمل أغنية بتعز على قلبي كتير 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 بعام 1996، عمل أغنية مين حبيبي أنا وديو مع الفنانة اللي شاركته الفنانة نوال الزغبي.
تعرفوا شو؟ ما فيني اخلص الحلقة وما مر، خلونا نتسمع عليها، خلوني حطها من حبيبي انا، وبدنا نسمع كلنا من الجر. واذا حابين تسمعوا اي اغنية له اكتبوا لي بالتعليقات وانا لعيونكم. Thank you.
اللي يسرقني قلبي وبعدك عارفه دمي علي المشاوي نظراتك بتقلي هلا عمين عم صادي غالي علي المشاوي يا مرسى سابقنا باقي احلامي والعمر لو ما عاشقنا شو لفع ايامي يا مرسى سابقنا باقي احلامي والعمر لو ما عاشقنا شو لفع ايامي والعمر لو ما عاشقنا شو لفع ايامي ونشو بعد مخجول حبيبي أنا عرفت علي يقولي من حبيبي أنا عرفت علي يقولي من حبيبي أنا عرفت علي يقولي أنت اللي بحبه أنا أنت اللي بحبه أنا أنت اللي بحبه أنا عرفت علي يقولي من حبيبي هاي بابي هاي حبيبي كيفك الله 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 هذا ديومين حبيبي انا عمله بسنة 1996 مع الفنان نوال الصغبي وما عمل بعده يعني ما شفته عمل بعده بس يعني انا برايي بيأدي لان هيدي انا برايي واذا ما عارضين فيكم تكتبوا لي بتعليقات نتشارك صور الراي يعني كل واحد له رايه طبعا انا برايي مين حبيبي انا هيدي اغنيه طرب خفيف ما انا كل هالقد ثقيله يعني انا بقدر اغنيها أغلبية الفنانين بيقدروا يغنوا هون الفنانين بيغنوا أكيد بسوريا غنوا بكل أنحاء العالم غنوا يعني أغنية رح يصير عمرها 30 سنة يعني شو 24 سنة عمره صار وكنت أسمع كتير بيت على هالأغنية يعني هيدي الأغنية أغنيتي وبتعنيني جدا 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 يعني أغنية بس ما عمل شي بعدها هلا ك يعني آلات تعلم عزف العود احترف العود ايه تعلم العود و بيعزف عود وبيغني مواويل وكل شي يعني بس تعامل مع ملحنين كتير وكتاب كتير تعامل مع سمير الصفير تعامل مع بلال الزين تعامل مع نزار فرانسيس أفوة بيتك هيدي شباك الحب يلي نزلها بعام 1998 كلمات نزار فرانسيس والحان سمير الصفير ليل ورعد كلمات كمان نزار فرانسيس ليل ورعد خلونا نسمع على شباك الحب كثير حلوة غنوها بعام 1998 ببرنامج جار الأمر وشاركوا الغناء سمير الصغير وكان قاعد معهم على الطاولة نزار فرانسيس كمان تعالوا نتسمع عليها Okay.
تصويت بيت الثاني ما يجنوني صوت وداني لقيت عليك بقلبي عالشباك وبرار تصويت بيت الثاني ما يجنوني صوت وداني لقيت عليك بقلبي عالشباك وبرار يا جدو يا حبيبي جدي كان يغني لي اياها. ليكو كيف كان ليكو شباكي اللي تبقى علي وعيبة صار صارت صارت ترجع وتلاقيها صار شباكي اللي تبقى علي وعيبة صار صارت صارت ترجع وتحاكيها من عيوني تبكي الطيور هلا بعدها معك حق شبابك عم سهر قلبي صار يقلي روح ما بيسوى تنظر اكثر مثل العصفور عشب شبابك عم سهر قلبي صار يقلي روح ما بيسوى تنظر اكثر الله 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 هيدي بعام 1998 هلا بال 2003 نزل اغنية هلا ذكر عمي ما كنت نسيانة انا كنت بدي احكي عنها اغنية تبكي الطيور قبل الالبوم
قبل ألبوم عمري كله. هي كانت ألبوم اسمه تبكي الطيور، يعني عنوان الألبوم كان اسمه تبكي الطيور. مساحة صوت يعني، هلا بدي اشوف اذا مغنية لايف، هلا بحط لك يا على عيونك. 2003 يعني مساحة صوت فيها عالي وفيها واطي. تبكي الطيور، طيور تبكي الطيور. لقيت لقيت ليكو كيف كان، حتى هاي قديمة. I'm sorry,
ما كان مسلطن بيالي، عادة بيطلع الساكتر بس. الله 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 الله. هلا هيدي بال2003 كمان، بال2003 نزل عمري كله، أغنية عمري كله ردوا يا هوا عندي، و ما عاد نزل شي لل2005. نزل بحبك انا كتير، نزل شو بحبك لما بتحكي، هاي كله عم بحكي لكم، هاي كله من ايام شو رأيك، من ال2001 لحدود ال2005، هل 4 سنين نزل كل هالأغاني. هلا نجي شوي على المراحل، هلا هون هلا بهالسنين هاي، بال2012 نزل أغنية اسمها يا ظلي يا روحي، ونزل أغنية اسمها الغرام المستحيل، ونزل أغنية كمان اسمها شو اسمها، والله نسيت اسمها، كيفك يا وجعي. كل هالأغاني أنا ما فيني سماكن يا، فيني سماكن يا ظلي يا روحي، لأن يا ظلي يا روحي مغنية لايف، بس أغاني عم أذكر كل الأغاني اللي غناها واللي نزلها. بس نحكي على كلنا من الجر والبنت القوية، وقت اللي نزلون يعني خلال ما في يومين كانوا فوق 1,000,000 فيو، ما في، ونزلون كتير قريبين لبعض، يعني نزل كلنا من جر، بعد اسبوعين نزل البنت القوية قوية. بس بدي سماكن اغنية هلا نزل بال2017، انا كتير بحبها وكتير بتعنيلي و كتير بتعنيلي، و بدي سمعكن اياها، اسمها صرنا صبح، نزلها بال2017. هلا بدلكم الكاميرا كمان شو تشوفوه هو عم بغني. نعم Thank you.
الله. هايدي أغنية صرنا الصبح نزلها بال2014 وأنا حافظها كمان. بدي سمعكم أغاني القديمة، بدي سمعكم أغاني القديمة ونسمع أغاني القديمة شوي. ما سمعكم عم بغني موال، معقول تشتي بياب؟ معقول هاي معقولة تشتي بيها، اسمعوا هاي بحفلة الرياض بال2019. هاي بال2019 روح. خايوة
أربعة. أربعة. هوب. عنك لحظة. اسمعوا هالموالي اللي بيحرقوا هلا. اسمعوا اسمعوا.
الله. شو خلوني سماكن سألوني كمان أغنية كتير حلوة لألو ننسى لبعام 2000 بعد ما خلقت بسنة، يعني هيدي كان عنوان ألبومه، يعني ألبوم 2000 سألوني.
لك أهلا بخيتي ماري ماري خالت وعدي الغالي يا حبيبي قلبي ينامت غي اوكي حبايب قلبي بدي احط لكم اغنيه اخيره واغنيته بعترف لك اني بحبك وبعدين انا بس تخلص بوداكم اغنيه اخيره بعترف لك اني بحبك بعترف لك اني بحبك اللي اول مره بحبك وانا كنت فاكر قلبي الف مره بعترفلك يا روحي أول مرة بحبك وين الله هلا يا عمتي ليكو كيف كان يعني هيدي على ما اظن بال95
تحية كبيرة كبيرة أستاذنا الكبير إياس كرم حبيبي، تحياتي لك أستاذنا الكبير والفنان الكبير. ومن غيرك ومن غيرك إياس كرم حبيبي عراسي، تحياتي لك يا فنان فناننا الكبير. حبايب قلبي حبايب قلبي، انا بوداكم وشكرا لكم على حسن المتابعة، وترقبوني كل يوم خميس بحلقات جديدة من برنامجي غايب وإيميل. حبايب قلبي انتو بوداكم انا، وملتقانا الاسبوع القادم والخميس القادم بحلقة جديدة من برنامجي غايب وإيميل. وداكم إلى اللقاء.